أخته تسأل عن دعاء الاستخارة، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. والدعاء اللهم يصلي أو تصلي الأخت ركعتين، صلي ركعتين كصلاة الصبح تماما، وبعد التسليم بعد التسليم من التسليمتين ارفع يديك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحمد الله عز وجل بما فتح الله به عليك من محامد، وقل هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وسمي حاجتك أو الأمر، يعني إن كانت الأخت مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي، إن كانت ليست متزوجة، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان الذي تقدم لخطبتها، أن زواجي بفلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وسم الأمر مرة أخرى، أن إن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاصرفه عني، وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا أصنع بعد ذلك؟ هل أنتظر رؤيا؟ لا. هل أنتظر رؤيا؟ لا. هل أفتح القرآن الكريم وشوف أول آية هتوها على عنية إيه؟ لا، هذا خطأ. القرآن لم ينزل لهذا، لم ينزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا عشان نعمله كتاب للحظ، لا أبدا. لم يثبت هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. إنما طيب أنا صليت الاستخارة، ماذا أصنع؟ أخذ بالأسباب، أشرع في الدخول في الأسباب والأخذ بالأسباب، أشرع في الدخول في الأسباب والأخذ بالأسباب. فإن هيأ الله عز وجل لي هذا الأمر فهذه نتيجة الاستخارة، فإن لم يهيئ الله الأمر والأسباب وتعسر الأمر فهذه أيضا نتيجة الاستخارة. فلا تغضب ولا تحزن، واعلم أن الله قد اختار وقدر لك الذي يرضيه عنك وما ينفعك في دينك ودنياك وأخراك. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا.